أسعد الله صباحكم مشاهدينا وصباح الأجواء الجميلة الباردة وباقات ملونة وأخبار منوعة رصدناها من مختلف منصات التواصل الاجتماعي في برنامجنا برنامج ترانز. البداية من قصر بيان العامر والكلمة السامية اللي وجهها سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله لسمو رئيس مجلس الوزراء ومعالي السادة الوزراء بعد أدائهم اليمين الدستورية أمام سموه. أشوف معاكم هذا الفيديو من حساب قطاع الأخبار والبرامج السياسية في منصة تويتر. بسم الله الرحمن الرحيم. سمو الأخ الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، الأخت والإخوة الوزراء، يسرني أن أنقل إليكم تحيات حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، وتهاني سموه وتهانينا لكم باختياركم للوزارة وتقاسم مسؤولياتها، متمنين لكم كل التوفيق والسداد ومقدرين ما قدمه إخوانكم الوزراء السابقون من جهود مخلصة لدي أداء مسؤولياتهم. إن أمامكم مسؤوليات وواجبات تتطلب العمل الدؤوب بروح الفريق الواحد لمواصلة مسيرة الإصلاح وتنفيذ البرامج الاقتصادية ودفع عجلة التنمية في البلاد. بعد أداء اليمين الدستورية من قبل سمو رئيس مجلس الوزراء ووزراء الحكومة الجديدة، تصدرت هاشتاغات مختلفة في قائمة الترند في منصة تويتر مثل مجلس الوزراء والحكومة الجديدة وقسم الوزراء، اللي من خلالها تفاعل المغردين وتداولوا عدة تغريدات تهنئة آملين في نفس الوقت بتعاون السلطتين التنفيذية والتشريعية لما فيه خير للبلاد والعباد. أشوف معاكم مشاهدينا بعض التغريدات اللي تم تداولها ورصدها من منصة تويتر. عندنا في البداية مشاهدين هذه التغريدة من السفير العراقي لدى دولة الكويت السفير المنهل الصافي اللي غرد عبر حسابه في تويتر وقال: أهنئ سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد الصباح بتشكيل الحكومة الجديدة، متمنيا له ولأعضاء حكومته التوفيق والنجاح. نروح إلى التغريدة الثانية نشوفها معاكم على الشاشة من المغردة هدى الرشيدي واللي قالت: الله يوفقهم ويجعل فيهم الخير والبركة، اللهم آمين. نروح إلى التغريدة اللي بعدها من هذا الحساب الأخباري إنفو دسمان واللي غرد بهذه التغريدة وقال: الحكومة الجديدة استقرار سياسي وتنمية شاملة. نروح إلى التغريدة الأخيرة على الشاشة من المغرد خليفة العجمي واللي قال: أسأل الله أن يكتب لهم التوفيق والنجاح لخدمة البلاد والعباد ويعينهم على حمل الأمانة. كانت يعني تغريدات جميلة وتهنئات أجمل ودعوات أيضا من القلب للحكومة الجديدة. موسم بر وكشتات لأماكن بعيدة، وبسبب الأمطار وانجراف التربة ممكن تظهر يعني أجسام غريبة لا تستهينون أبدا بالعبث فيها أو حتى لمسها، لأن ممكن طبعا الثمن قد يكلف أرواح. ولتفاصيل مهمة عن هذا الموضوع مشاهدين ينضم لترانز العقيد نواف الحيان رئيس قسم العلاقات العامة والتوعية بالإدارة العامة للمرور بهذه المداخلة الصوتية والحصرية. العقيد نواف الحيان رئيس قسم العلاقات العامة والتوعية المرورية بالإدارة العامة للمرور. بداية نحب نوجه تحية للأخوة والأخوات مرتادي المناطق البرية، ونتمنى من الجميع الحذر من أي معادن غريبة الشكل قد تكون تسبب خطورة عليهم، بما يمكن أن تكون ألغام قديمة أو غيرها مما يشكل خطورة على الناس. نتمنى من الجميع الحذر وعدم الاقتراب وترك مسافة كافية وإبلاغ عمليات الوزارة على هاتف الأمان 112 في حالة شك في أي معدن غريب وعدم التصرف بجهة فردية. كذلك
لذلك نتمنى من الأخوة والأخوات الابتعاد عن مناطق تجمعات المطار لما لها من خطورة على المركبة وعلى الناس. كذلك نتمنى إن شاء الله أن تكون عطلة نهاية السنة سعيدة على الجميع، وأن تكون هذه الأمطار سقيا خير ورحمة على البلاد والعباد. راح نبدي الخبر بغيم ومطر وأخبار خير وتباشير، يلا عسى دعواتنا مستجابة بمثل هالعبارات وأكثر. مشاهدينا غرد نشطاء تويتر محبين المطر تحت هاشتاغ أجواء الكويت وأمطار الكويت، متداولين صور جميلة ومقاطع ضمت يعني دعواتهم بمزيد من الخير والغيث والبركة على هذه الأرض الطيبة ومن يعيش عليها. أشوف معكم بعض التغريدات اللي رصدناها في تويتر على الشاشة. إنجازك فخر لنا وأنتي مبدعة والكويت تستاهل. مبارك للمهندسة جنان الإشهاب اللي حصدت وسام ضابط من الاتحاد الأوروبي والمفوضية العالمية لضباط ومشرفية العلم والابتكار عن اختراعها الخلايا الكهرومغناطيسية، نظام نقل الطاقة اللاسلكي. وبها المناسبة مشاهدينا تنضم لنا المهندسة جنان بهذه المداخلة الصوتية والحصرية لبرنامج ترانز. السلام عليكم، معكم مهندسة جنان الإشهاب. أول شيء أحب أشكر تلفزيون الكويت وبرنامج ترند بالخصوص على اهتمامهم أنهم يوصلون إنجازات الشباب الكويتي سواء داخل أو خارج الكويت. الحمد لله وبفضل من الله وتوفيقه خذيت وسام ضابط من الاتحاد الأوروبي والمفوضية العالمية لضباط ومشرفين من أجل العلم والابتكار. طبعا أنا رشحت ومساعدة أيضا جمعية تورونتو في كندا للابتكار المواهب المتقدمة. كوني أنا عضوة في هذه الجمعية دائما حريصين أن أعضائها يرتقون ويأخذون مناصب متقدمة وجوائز متقدمة على مستوى العالم، دائما ما يطوفون فرصة إذا شافوها بمصلحة أحد أعضائهم. فساعدوني بهالوسام ان انا اخذه، وطبعا هم ملفاتنا والسي في مالنا يدخل على لجنه التحكيم في الاتحاد الاوروبي، والمنتدى مخترعين الرومانيين هم كانوا احد اعضاء اللجنه. الحمد لله بعد ما شافوا السي في وشافوا ملفاتنا خذيت وسام ضابط. طبعا هم ثلاث أوسمة اللي في الاتحاد الأوروبي يمنحونها للمبتكرين والعلماء في مجال العلم والابتكار والمخترعين أيضا. أول وسام هو وسام فارس، ياخذ اللي ماخذ ثلاث جوائز عالمية معترفة وأكثر. وسام ضابط اللي أنا خذيته ياخذ اللي ماخذ خمس ذهبيات عالمية معترف فيها وأكثر، وأعلى مرتبة اللي هو وسام قائد ياخذ اللي ماخذ 10 ذهبيات بالإضافة إلى 10 جوائز عالمية معترف فيها. وإن شاء الله الله يقدرني في السنين القادمة أن أنا أوصل إلى وسام قائد، بس الحمد لله خذيت هالسنة وختمت هالسنة بإنجاز كبير وهو وسام ضابط، وأهدي هذا الإنجاز لكل شخص وقف معاي وساعدني أن أنا أوصل للي وصلت لليوم، وأهدي هالنجاح بعد لسمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وولي العهد طبعا اللي أبو كان لنا وهم من أكبر الداعمين لنا، ولي خصيصا عقب ما قابلت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، وشكرا لكم.
الختام اليوم راح يكون عالمي مع أسطورة كرة القدم كريستيانو رونالدو، واللي أحدث ضجة جميلة في منصات التواصل الاجتماعي بعد حصوله على جائزة هداف العالم، وغرد جماهير الأسطورة تحت هاشتاغ يحمل اسمه وجائزته. نشوف معكم بعض التغريدات على الشاشة. وصلنا معكم الختام، ويبقى الأمل في غد جميل بإذن الله، ومع السلامة.